انا كنت السلام عليكم. انا كنتواجد اليوم هنا كاب ديال تلميذه كتجتاز الامتحان ديال البكالوريا، وكاب طبعا ضروري انني نعيش معها الاجواء ديال الامتحان، لان الامتحان هو ماشي في الحقيقه هو الايام ديال الاجتياز، بل هي واحد التهيئ اولي ديال خلال السنه ديال المواكبه وديال الدعم النفسي وتوفير اجواء سواء في البيت او خلال يعني المسايره ديال السنه كامله بما يتطلب ذلك من شكي يقولوا له من حصص ديال الدعم، ربما واخا حسب الدعم كيكون غالبا مكلف، ولكن كيف ما كان الحال البكالوريا هي واحد المرحله اللي كتحدد المصير ديال التلاميذ اللي من بعد كيمشيو للمعاهد وكيمشيو للمؤسسات اللي هي كيتبعوا فيها الدراسه ديالهم الجامعيه. وحنا كآباء يعني لابد اننا نكونوا في مستوى هذا الحدث هذا اللي هو حدث معروف ديال البكالوريا. وفي الحقيقه كنتذكر انا بانني دوزت البكالوريا في هذه المؤسسه النت اللي هي جابر بن حيان 1979. طبعا حنا كنعيشوا معهم نفس التوتر نفس الاجواء ديال الامتحان، بحيث ان اش كيقولوا الوجه يعني الجو اللي كيدوز فيه الايام ديال الامتحان كتكون صعيبه، كيكون واحد القلق خاص يعني كنحاولوا نتغلبوا عليه، ولكن كما كان الحال حنا ما كنحاولوش نبينوه الابن او البنت اللي كدوز الامتحان، كنحاولوا اننا نبانوه في مظهر عادي وباش يدوز الامتحان في اجواء عاديه.